أنا محمد السموري من قرية جملة، عمري 32 سنة، متزوج وعندي طفلين توم. كنت مواطن عادي بهالقرية، أشتغل بالفلاحة، كان عندي شوية نحل، مربي شوية نحل، كنت حيادي تقريبا لحد ما وصلت الأمور أنه صاروا يتسلطوا علينا بشكل كبير جدا، يعني بعد ما أعلنوا دولتهم الإسلامية أو الخرافية مثل ما بيقولوا. طبعا كانوا أول شيء قليلين، هم ما هم كانوا كثار، استعانوا بشخص اسمه أبو عرب من المزيريب، هو ومجموعته شبيح، طبعا كانوا تقريبا شيء 15 شاب. صارت تجيهم ناس على دولتهم المزعومة أن والله إحنا من النظام، إحنا مسلمين، إحنا 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 الدولة الإسلامية. طور لحتى صار شو، لحتى يدخلوا بكل شيء، بأكلك، بشربك، بلبسك، بمنامتك، بكل شيء نهائيا. يعني كنت أول المشاكل أكون فيها أنا موجود، لأنه كنت مباشرة أنه أوقف بوجههم، كنت يعني أنا الوحيد اللي أوقف بوجههم. صار بدهم البيت، مين المسؤول؟ قلت له تفضل، شو خير إن شاء الله؟ قال بدك تطلع من البيت، خير شو في؟ قال هذا البيت لشبيح ومصادر، ما بتطلع منه أي غرض نهائيا. دشرنا البيت ودشرنا كل شيء ودشرنا الأرض ودشرنا زيتون ودشرنا، يعني والله الله أعلم. يعني والله أغلب الأحيان نايم دار خالي، يعني مشان إنه والله ما يقربوا على الدار عندي، نايم دار خالي. يعني أظل أطلع على الطريق، إذا أشوف سيارة مضوية جاية لعندي مباشرة أجهز حالي، بدي أنط أقول لهم جهزوا حالكم. يعني الخوف صف سبحان، خوف فعلا خوف، يعني وصلت مرحلة إنه خوف خلاص، يعني ذبح، يا ذبح يا مذبوح، بدهم يذبحونا يعني خلاص. يعني سحبت حالي طلعت قعدت بنوم، والله ما فيش، يعني 4-5 أيام قعدت بنوم. إنهم شو بيقولوا لي؟ بيتصلوا علي، بتواصلوا معي إنه والله أخذوا إخوتك اثنين وأخذوا أبوك وجوز أختك. طيب ليش؟ يعني شو في على أخوتي؟ شو في على جوز أختي؟ شو في على أبوي؟ وكأبوي ختيار عمره 75 سنة. طبعًا قال اللي فهمته إنه والله عم يضغطوا علي بس مشان شو؟ عم يضغطوا علي بس مشان إنه أرجع. قلت والله أني ما بقدرش أفوت، يعني بدي أفوت بدهم يذبحوني خلص. قلت أمر الله، لا حول ولا قوة، خلص إلهم رب العالمين. والله 4-5 أيام وطلعوا، يعني بعد ما تعرضوا للتعذيب. يعني أخوي انجلد بالشجرة، انجلد يعني قدام الناس كلها، يعني وأبوي أهانوه. بنصح كل شاب إنه يبعد عن التنظيم، يكسب دينه، يكسب عيشته، يكسب قرايبه، يكسب حياته مستقبلاً، يعني لأنه والعلم عند الله إنه هذا التنظيم إرهابي كامل، يعني وإنه يعني ما بيشجع غير على الإرهاب والقتل والذبح. هذا مش ديننا، مش دين الإسلامي، هذا اللي إحنا تربينا عليه، اللي إحنا خلقنا على الفطرة على هالدين الإسلامي. بأمل إنه خيو وينك، إنه نرجع لبيتنا لبلدنا، نشتغل، يعني أرض طيبة هناك، ناس طيبة، ناس على البساطة، يعني إن شاء الله خيو، يعني هذا اللي نقدر، وإحنا بس اللي نقدر نقوله.